السلام، معكم سلمى رشيد على إيت راديو. طيب صحاري وندور نعيا ما ننسى ونقول صافي نسيتو في لحظة قلبي يفكرني. الحفل داز زوين بزاف، داز واعر، كنت فرحانة بزاف بهذا الجمهور اللي جا وفرح بينا اليوم. شكرا على دعمكم على حبكم. الجمهور المغربي غير وتشجيعه غير ودعمه غير، وكان بغيكم بزاف وكنت فرحانة بزاف اليوم معكم في الحفل. اول مره غنتلاقاو كانت في الحفل، لان منظمين الحفل هما اللي اختاروا يعني الاسمين اللي حيوا الحفل. شوفي، خصك تعرفي انني انا من عشاق الاغاني التركيه ومن عشاق الموسيقى بصفه عامه التركيه، ولما لا نقدرش ان شاء الله يكون شي عمل تركي، ولا يقدر يكون عمل مزيج ما بين التركية والمغربيه. انا والحب صافي المرار اللي ضغط منه كيف. الله 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 الله، غير مع الشعر مع الهوميديتي واللي جبحال شي سبع فوق لاسين. مي بون، شوف الله منطلع على راسي ولا يطلعوا عليا ياك ولا لا. المهم نسبق سيدني هو وطيحني في غرام الحب والهوى سحرني بكلامه. لا، غير تلاقينا انا واللاعب المغربي رومان سايس في المطعم، ونبغي بعدا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. فبيان سور كنتبع الكره، انا كنتبع المنتخب المغربي ديما معاه قلبا وقالبا، وان شاء الله قلوبنا معاكم وانتم قدها ان شاء الله توصلوا للمراحل المهمه في هذا في كاس العالم. حبيبي 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 خبر صحيح، حصولي على الإقامة الذهبية ماشي من جديد يعني من شحال، الإقامة ديالي حاليا ما بين دبي والمغرب. لا ما درت شي كسيدة، اش من حادث بسيط، لا ما درت شي كسيدة عرفت، وحتى ماما تخلعات وماما عيطات لي وما متيقاش. كنقول لها ماما راه ما كاين والو، كتقول لي لا كاينه شي حاجه وما بغيتيش تقولي لي. كنقول لها ماما والله الا انا راني بخير، حتى عيط لها ابل فيديو في الدار جالسه مع ولدي مع راجلي بخير، عاد تاكدات. فالله يهديكم، يعني الانسان خرجوا اشاعات على اي حاجه الا على 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 شي حاجه في حياتي، لان ما تقيسنيش انا، كتقيس العائله، كتقيس الوالدين، عرفتي العائله فريمون معيطين مخلوعين. ف ولي كومونتير، واش انت باقا حيه؟ باقا حيه. لا الحمد لله هاد الساعه باقا حيه، لو كان اكد زعما باقا حيه زعما. عيونك كاينين اعمال مقترحه ان شاء الله عليا في التمثيل وكذلك في الغناء. الغناء اكيد غادي تكون شي حاجه قبل رمضان اكيد، وكذلك يعني كاينين مجموعه من العروض اللي ان شاء الله كان يتم دراستهم ان شاء الله، واذا كانت الحاجه غادا نشوف انها غادا تعجب الجمهور وغتعجبني تشوفوني ان شاء الله في رمضان 2023 ان شاء الله. أولاً تحية كبيرة وشكر خاص لإيت راديو على تواجدكم معنا اليوم في هذا الحفل اللي أنا فرحانة به بزاف، خاصة أنها في كازا وأنا كازاوية، فهذه شي حاجة اللي كتعني لي بزاف، وكان بغيكم بزاف، وتحية الجمهوري في المكان. شكراً لأنكم دائماً معايا، دائماً مشجعيني، وكنحبكم بزاف بزاف, بزاف.